قلائل أولئك الذين خلد التاريخ أسماءهم في دنيا كرة القدم المصرية، فمن الصعب أن تجد لاعباً لم يرتدي قميص الأهلي أو الزمالك له نجومية وشهرة طاغية، وهذا لا يحدث إلا مع المواهب الكبيرة التي تملأ موهبتها السمع والبصر وتتجاوز حدود العملاقين الأحمر والأبيض. ومن هؤلاء النجوم ذلك الغزال أو الجناح الطائر كابتن مصطفى رياض. مصطفى رياض اسم كبير في عالم كرة القدم، تاريخ له بصمة على جدار الكرة المصرية، نموذج للموهبة الفذة التي تفجرت فظهرت في سماء النجومية، واحد من كبار الهدافين في تاريخ لعبتنا الجميلة، فهو يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للكرة المصرية بعد الرائع حسن الشاذلي والعميد حسام حسن. مصطفى رياض موهبة كروية بلا حدود، هداف بدرجة رائعة، كان مجرد تسلمه الكرة وتفكيره في المرمى بمثابة رصاصة رحمة تطلق على الفرق المنافسة، كان بحق جلاداً للحراس. كان مصطفى رياض مكينة تسجيل أهداف، كان يسجل بالطلب، ويقف التاريخ مبهورة أمام هذه الموهبة بعد أهدافه الثمانية في دورة طوكيو عام 1964 عندما واجهنا كوريا، وكان مطلوباً أن تفوز مصر بأكثر من ثمانية أهداف لتتأهل إلى الدور التالي، فسجل الغزال بمفرده 6 أهداف من 10 سجلها منتخب مصر في هذه المباراة ليرفع رصيده الشخصي إلى 8 أهداف في هذه الدورة الأولمبية. مصطفى رياض موهبة لم تنل حقها من التكريم، هيا بنا نقلب صفحات تاريخه، تعالوا نرحب بمصطفى رياض نجم الشواكيش الجناح الطائر وأحد كبار هدافي الكرة المصرية.